السلام عليكم ورحمة الله، أرحب بكم أعزائي الطلبة في محاضرة جديدة. اليوم إن شاء الله راح نتحدث عن رواية كبرياء وهوى. طبعا هاي الرواية هواي طلاب طلبونا من عندها، طلبونا من عندها شنو؟ طلبوه من عندي عفوا. وهنا أثبت لكم منشور كلش مرتب، يحتوي على مجموعة كبيرة من الملازم، اختار الملزم اللي تعجبك. وكذلك عندي يعني مترجمة، ملزمة مترجمة أيضا بنفس الرابط. من راح تدخل على قناتنا على التليجرام، طبعا اكيد بعد ما تشترك بقناتنا على اليوتيوب، لان انا ادري انك انت تشترك بس ما تلحق. هسه راح تشترك لان مشغول، وراح تنضم ايضا بقناتنا على التليجرام، وراح تعلق تعليق جميل لانه انت ابن خير، ما معقوله ما تسويه زين يعني. فشكرا جزيلا لكم، ان شاء الله تستفادون من هالملازم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.